السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس أحمد حمدي. إن شاء الله النهاردة هنشرح أمر يعتبر من الأوامر المهمة في 3D Max، وهي بتفيد أكتر يعني معظم الناس اللي شغلهم بيبقى في اللاندسكيب، أو الناس اللي هي معظم شغلها في الدول اللي بيبقى فيها كونتور. يعني مثلا لو دولة مثلا زي مثلا الأردن أو فلسطين أو لبنان أو سوريا، اللي هي تعتبر التضاريس بتاعتها جبلية، او حتى لو هو يعني شغله موجود في مصر او في دول اوروبا بيستعمل حاجة ليها علاقة بالتضاريس، لان معظم المنتشر ان الواحد بيبني المبنى بتاعه على ارض مستوية، لكن في بعض الدول لا، بيبقى عندها البنى على كونتور او على جبال او على هضاب، زي برضو اليمن وغيرها برضو من الدول. تمام، فاحنا النهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي اللي احنا نعمل الكونتور. تمام، وده هيفيدنا زي ما قلنا ان احنا ممكن نعمل كتلة عموما كمبنى، او ان انا حتى عندي ممكن يكون في مشروع في لاندسكيب، مثلا زي حديقة الازهر بارك في القاهرة. في حديقة اسمها الازهر بارك في القاهرة، هي عبارة عن تبة عالية او زي هضبة عالية شوية، وفي عليها اشجار وفي عليها بعض المباني. فانا ازاي اقدر اشتغل بالطريقة دي اللي احنا ان شاء الله هنقوله بالامر بتاع النهاردة. هو الامر النهاردة اسمه تيران. تمام، ده هنعمل بيه الكونتور بتاعتنا، سواء زي ما اتفقنا ببني جبل او ببني هضبة، او ان انا بعمل حاجة ليها علاقة باللاندسكيب، او لو في حاجة مثلا مسطحات عالية او ايه، او في مثلا جزء زي واحة. فالحاجات دي كلها بيبقى حواليها جبال او حواليها هضاب او ايه تلال. هنشوف الامر ان شاء الله النهاردة. اول حاجة عندنا هنا هنبتدي نرسم من كرييت، وبعد كده ندخل على شيب، هنرسم بامر لاين. تمام، امر لاين هنرسم بيه ايه؟ طبعا لو احنا هنرسم كونتور او هنرسم اي حاجة ليها علاقة بالكلام ده اللي هو في اللاندسكيب، يبقى يفضل ان احنا نبقى شغالين على الطوب. فانا هدوس هنا على حرف التي، هجيب لي الطوب. تمام، هبتدي ارسم الكونتور بتاعي. تمام، طبعا معظمنا درس في ابتدائي واعدادي وسنة، وفي مننا اللي درس في كليات الهندسة في التخطيط ان في حاجة اسمها كونتور، والكونتور دوت فيه مناسيب فيه وفيه دقة الخريطة كل كم متر. تمام، فاحنا دلوقتي هنعمل خطوط الكونتور. هتيجي تقول لي خطوط الكونتور ما تبقاش حادة كده، ما انا عارف، هنحولها. طبعا لو انت شغال على ماكس اقل من 2018 هتقدر ان انت تعمل خطوط من اولها على طول كيرف. احنا هنعمل لها فيلت او نعمل لها سموث كمان شويه، هنرسم اهو خطوط كونتور. طبعا زي ما احنا درسنا ان خطوط الكونتور هي بتبقى عباره عن خطوط متتاليه. تمام، بتجسد المناسيب الموجوده في الموقع، المناسيب الحقيقيه. تمام، فاحنا هنا عندنا اهو عمالين نعمل المناسيب بتاعتي. كل خط من دول بيمثل ارتفاع معين في التبة او الهضبة او الجبل او الكونتور اللي هو موجود ايه عندي ايه عموما. ادي اهو خط تاني، نحاول نكترهم عشان بس يبتدي يبان ايه عندنا الشغل اللي هو ايه بتاعنا اهو. طبعا زي ما احنا عارفين كل ما الخطوط تقرب من بعض يبقى كده اكن اللي هو التدرج في الجبل رأسي، يعني رأس حاد، وكل لما يبعد الخط كده زي ما انا رسمه دلوقتي اهو كده، بقى كأن الايه زاوية الميل او اللي هو الانحدار بتاعت الجبل بقت ايه، بقت سهلة او واخدة زاوية ميل مناسبة. لكن زي ما بقرب كده تاني دلوقتي اهو كده، يبقى ايه، يبقى الحدود بتاعتي يبقى ايه الجبل قام. طبعا احنا عارفين الكلام ده كله لان احنا زي ما قلنا درسناه سواء في كليات الهندسة او في التخطيط او مواد التخطيط، او حتى اللي كان يتذكر في الدروس بتاعت ابتدائي واعدادي ايام زمان واحنا تلاميذ، كنا بناخد اللي هو الخرائط الكونتوريه في الجغرافيا والكلام ده كله. ادينا بنرسم ايه كذا خط عشان يبان ايه الفكره عندنا. تمام، يبقى انا رسمت دلوقتي ايه كذا خط عندي، بحولهم اديت اس ايه سبلاين. تمام، وممكن ادوس رايت كليك فيرتكس واعمل سيلكت على الفيرتكس دي كلها واخليها ايه سموث. تمام، لان هي غالبا بتبقى جايه لي من الخريطه ان هي تبقى سموث، يعني صعب ان احنا نلاقي ايه خطوط حد كده. نحول الكونفرت تو سبلاين فيرتكس، نعمل سيلكت على الفيرتكس كلها ونعمل لها ايه سموث. طبعا احنا شرحنا الكلام ده كله في المحاضرات السابقه. تمام، نشوف الخط اللي بعده. طبعا احنا دلوقتي رسمنا خطوط عشان معناش خريطة معينة، لكن الطبيعة لو جاي لي مشروع بيبقى جاي لي ان خط الكونتور ده على ارتفاع كامل، يعني كل خط من الخطوط دي بيبقى جاي هو على ارتفاع كامل. فطبعا ساعتها لازم نسمي الخط، لان احنا اتفقنا اي حاجة في الماكس لازم نديها ايه اسم.
خلاص. وكمان هيفرق معايا بقى خطوط الكونتور، ان انا لازم كمان الارتفاع اللي هو الزد بتاعي لازم يبقى الارتفاع بتاعي بالرقم اللي هو كاتبه. يعني مثلا هنا تحت احنا عندنا هنا، لو انا جيت هنا في موف اهو، هنلاقي تحت في احداثيات اكس وواي وزد. زد دايما هلاقي هنا في كل الخطوط دي زيرو. ليه؟ لان انا رسمت من التوب، فاي خط انا رسمته من التوب هو كده كده بيترسم على نقطه الزيرو بتاعت ايه؟ الماكس، فالزد بتاعته بتبقى زيرو. طيب لو انا مثلا عندي خط كونتور كان على ارتفاع مثلا 10 متر، فانا اجي هنا في الزد هنا اعمل سيلكت عليه واغير اسمه، يعني هلاقي هنا اهو الخط ده اول خط اسمه ايه؟ لاين 005، اغيره واخليه مثلا اللي هو ارتفاعه ايه؟ ارتفاع مثلا 10، فاكتب ايه؟ بلس 10، لان زي ما احنا عارفين ان المناسيب بتتكتب بلس اور ماينس، يعني بالعالي او ان هو ينخفض. تيجي تقول لي هو في ينخفض؟ اه، ما هو الكونتور دي ممكن يبقى عندي حاجه تحت سطح الميه. تيجي تقول لي طب ما انا هنزل ايه تحت الميه؟ لا، ما انا عندي في اجزاء بتبقى في الصحراء تحت مستوى الميه، او بيبقى عندي مثلا بحيره عاوز اعملها فبتبقى تحت مستوى الميه الزيرو، لان خط الزيرو بتاعه هو خط سطح ايه؟ الميه. طيب هكتب هنا مثلا 10، يبقى انا سميت اول حاجه الخط بالرقم بتاعه اللي هو 10 المنسوب بتاعه، واخلي الزد بتاعته برضو اخليها بايه؟ ب10. فكده يبقى الارتفاع بتاعي بتاع الخط ده بقى ايه؟ 10. وليها الخط الثاني اشوف هو هيبقى منسوبه مثلا كام، هيبقى منسوبه 20، فسميه بلس 20 مثلا، واخلي الارتفاع بتاعه تحت هنا برضو اكتب كام؟ 20، وهكذا. يبقى كل خط من الخطوط دي يبقى يفضل ان هو يبقى ليه الاسم بتاعه يبقى بنفس الكونتور بالخط، والارتفاع بتاعه بيبقى نفس الارتفاع اللي هو متحدد عليه من الخريطه المساحيه اللي هي جايه لي ان انا هعمل على اساسها ايه؟ التصميم. طبعا جوجل ايرث ابتدى دلوقتي يظبط لنا في، لو حد مستعمل البرنامج، ان هو يقدر ياخد قطاع في الارض ويديني المناسيب والكلام ده كله، فاقدر استعين بيه برضو. تمام. او لو انا شغال في شركه او في مكتب بيجي لي خطوط اللي هي برضو اللي هي الخطوط الكونتوريه من الرسم اللي هو المسح المساحي للمشروع الارض المشروع، بحيث المشروع بتاعه يطلع صح. تمام. فكل ده ايه؟ طبعا هراي. طبعا يفضل كمان ان احنا نخلي كل خط كونتور بلون تاني مختلف. فانا مثلا عندي اول واحد كان ازرق، اخلي مثلا التاني اهو احمر، واللي بعده مثلا نخليه لون تاني نخليه مثلا اصفر، واللي بعديه مثلا اخضر، عشان ده بس ايه كحاجه اميز بيها، يعني عشان انا ايه اقدر اميز الخطوط من بعض. وعلى فكره السهوله ان انا اسمي الخط باسمه او بالمنسوب بتاعه وتحت برضه الزد بالارتفاع بتاعه، عشان لو جالي تعديل اثناء وانا شغال في المشروع يبقى سهل ليا ان انا اعدله. تمام. ما يحصلش عندي مشكله ان انا الاقي ان انا مش عارف الخط بتاعي فين. تمام. يبقى احنا خلينا دلوقتي كل خط باسم اللي هو بتاع المنسوب بتاعه، وخلينا الزد بتاعته ايه؟ هنشوفها دلوقتي. انا هغير طبعا عشان انا شغال دلوقتي من غير مناسيب معينه، او انا رسمت الطريقه على الماكس على طول، فانا ما فيش ابعاد واضحه قدامي، فانا هخليه ارتفع بايه؟ همسك كامل الايزومتري واجي ايه؟ ارفع اول خط التاني اللي بعديها، كان اول خط الازرق وبعديها الاحمر وبعد كده الخط الاصفر اهو، ارفعه فوق وبعد كده الاخضر. تمام. وبعد كده الاخر خالص اللي هو البامبا او الموف ده، اللون شويه غريب. تمام. ادي اهو خطوط الكونتور خليتها على ايه؟ الارتفاع بتاعتها. طيب الامر اللي انا هستعمله دلوقتي اللي هو تيرن، هو هيوصل الخطوط دي ببعض يديني الشكل الكونتوري بتاعي. يعني مثلا هنيجي دلوقتي لو جبت الفرونت هلاقي كل خط من الخطوط على فين؟ على ارتفاع بتاعه. خلاص انا المفروض ابقى محدده له. تمام. فهنجيب الايزومتر تاني، هنيجي بقى نستعمل ايه الامر بتاعنا. هاجي امسك اول خط فيهم. طيب امر تيرن ده اجيبه منين؟ هدوس على كرييت. تمام. وبعد كده جيومتري. فاكرين امر لوفت في المحاضرات السابقه جبناه منين؟ جبناه من كرييت وجيومتري، بس غيرنا ستاندر بلا ما هي ستاندر، خليناها حاجه اسمها كومباوند اوبجكت. في المحاضرات اللي فاتت خدنا ازاي بلوب امر لوفت اللي احنا نعمل بيه كرانيش. تمام. كنا استعملها اللي هو برده كومباوند اوبجكت اهو، هنشوف اه اللي هو كان امر ايه؟ كان لوفت. لكن احنا المره دي هنستعمل امر اسمه ايه؟ تيران. تمام. هاجي استعمل الامر ده، اديني ماسك خط. طبعا لو انا مش ماسك خط من الخطوط مش هلاقيه شغال معايا. انا اهو شلت السيلكت اللي انا كنت ماسكه على الخط، الاقي امر تيران ايه؟ اتقفل معايا. يبقى لازم اعمل عليه سيلكت اهو، بعد كده اروح لامبر تيران اهو ادوس عليه، وبعد كده ادوس حاجه اسمها ايه؟ بيك. ابتدي اختار الخطوط بتاعتي بايه؟ بالترتيب اهو. دوست هنا وادي ادوس له الخط ده وبعد كده الخط ده ويليه وهكذا. تمام. ايه اللي حصل عندي؟ عمل لي الخط الكونتور بتاعي اكن لو في جبل او في هضبه، وده فعلا يكاد يكون يعني مطابق للحقيقه. لو انا خطوط المناسيب بتاعتي
او الرسم الكونتوري بتاعي رسمه بالظبط زي اللوحات اللي جايه لي، او هي جايه لي كاد وانا مجرد رفعتها، تمام، لان احنا خدنا برضو ازاي ندخل من الكاد على الماكس. فنقدر بنفس الطريقه ادخل الخطوط بتاعتي كاد من على الماك من الكاد ادخلها على الماكس، واقدر ايه مجرد ان انا ارفعها واوصلها بامر ايه تيرن لو هو جاي لي مرسوم جاهز. بس اهم حاجه لو هو جاي لي خطوط كاد تبقى مرسومه بيبقى مرسومه بول ايه بوليجون او بولي لاين، لازم الخط بتاعي يبقى مترابط مع بعضه، ما ينفعش يبقى خط مرسوم بلاين، تمام. طيب يبقى انا عندي الكونتور بتاعه الجبل او الهضبه او التبه بتاعتي او اي حاجه من الحاجات اللي احنا ايه ممكن ايه نتخيلها، تمام. طيب هو لحد دلوقتي كده احنا الامر بتاعنا لو انا ينفع ادخل هنا على الموديفاير وابتدي بقى اعدل فيه، يعني لو دوسنا على السهم احنا دايما قلنا اي امر يبقى جنبه سهم يبقى يندرج تحتيه حاجات، هلاقي ايه؟ هلاقي يندرج تحتيه مجموعه، شوفها كده اهو، هنلاقي ليه الخطوط بتاعتي اللي انا كنت سميتها. طبعا انا سميت خطين بس اللي هو بلس 10 وبلس 20 هنا، لكن في بقيه الخطوط اللي هم الثلاثه التانيين ما سميتهمش. معنى كده ان انا اقدر اقف على اي واحد فيهم اهو، بص مجرد ما دوست مثلا على اللي هو بلس 20 راح فتح لي هنا حاجه اللي هي لاين. ليه؟ عشان انا كنت راسمه بامر لاين، يعني انا لو مثلا راسم كذا سيركل وما غيرتهاش اديت سبلاين هيظهر لي اللي اسمها سيركل، لو انا كنت راسم بريكتانجل هيظهر لي اللي هو ريكتانجل، لكن عشان راسم بلاين ابتدت ايه ادخل فيه. طب ينفع جوه امر لاين بقى اعدل فيه؟ يعني انا اقدر هنا اهو النقطة دي، لا ده انا كنت عاوز اشدها لبره شوية، بس طبعا احنا الكونتور جاي مرسوم جاهز، بس احنا نفترض اهو دلوقتي احنا بنقول ايه الامكانيات عندي لو انا اقدر ايه ادخل اعدل بعد ما ايه اشتغل. يبقى دي الميزة بتاعت امر ايه تيرن، تمام. طيب الناس بقى بيجي يقولوا طب انا لو مثلا عندي كتلة مخترقة الجبل، طبعا لو احنا عندنا كتلة على جبل مش هاجي اقص في الجبل او اقص فيها عشان اعمل كتلة مستوية، لا الطبيعي ان انا كنت هاجي مثلا عندي لو نفترض المبنى بتاعي دلوقتي هو عبارة عن بوكس اهو، خلاص كان هياخد لازم تدريجه معايا بتاعه الجبل، تمام. يعني اهو البوكس بتاعه اهو من التوب حركه في وسط الجبل اهو اهو، تمام. هنيجي بقى نفكر ازاي الديزاين نعمله ايه اهو، الكتله بتاعتي مخترقه الجبل نغير لونها علشان تبقى باينه لينا، نخليها مثلا لون ينفع شويه اهو، ادي الكتله بتاعتي وادي الجبل. الطبيعي ان انا مش هقعد اهد في الجبل عشان ابني كتله مستويه. طيب انا بقى هحترم خطوط الكونتور بحيث كل خط من خطوط الكونتور او كل اثنين او كل ثلاثه يبقوا واخدين ليفل او مستوى معين في الكتله بتاعتي. يعني مثلا لو فرضنا الكتله دي ارتفاعها 3 ادوار، ففي مثلا دورين او دور هيبقى موجود في الجزء ده بس، وفي دور تاني هياخد جوه، والجزء الثالث هياخد هنا ايه اللي فوق خالص، وهكذا. طيب انا ازاي بقى احل المشكله دي عندي؟ كنا خدنا امر وهراجع عليه دلوقتي له امر اسمه سيكشن. السيكشن ده هجيب دلوقتي ليفت انا هجيبها من على الجنب، خلاص. كان امر سيكشن ده فكرته ايه؟ هنلاقيه في المحاضرات السابقه بس هنشرحه تاني، ان انا اقدر بعمل حاجه زي السكينه وبقطع في اي مكان انا عاوزه، تمام. طيب نيجي نشوف ازاي. ادي مثلا السكينه بتاعتي اهي، لو انا هجيب ليفت كده على طول اهو، او لو انا هرسم السكينه بتاعتي اللي هي من التوب اللي هو امر ايه السكشن. امر السكشن ده بجيبه منين؟ بجيب من كرييت وبعد كده بدخل على شيب، فاكرين شيب اللي هو ريكتانجل ولاين والكلام ده كله، هنلاقي في امر اللي هو اسمه ايه سيكشن، هندوس عليه كده وادي السكينه بتاعتي اللي احنا هنقطع بيها، ادينا رسمناها. طبيعي طالما انا رسمتها من ليفت يبقى هي هتبقى موجوده على ايه نقطه الزيرو بتاعت ايه الليفت. هنيجي نشوفها كده اهو، فعلا ادي موجوده على الخط الايه الاسود بتاعنا، وهي يعني اللي احنا ظابطينها ان هي جت ايه معايا في نص ايه الكتله. طيب انا خطوط الكونتور مش ماشيه بانتظام، لو نيجي ناخد بالنا هنا كده ممكن نعمل هنا بلان كده عشان يوضح لنا كأن دي خط الارض او اي حاجه اهو، نغير لونه برضو عشان يبقى مميز مثلا، خلاص. هنيجي نلاقي ايه؟ ادي السكينه بتاعتي، شايفين ايه اللي حصل؟ السكينه بتاعتي لما جت عدت او امر السكشن ده لما جه عدى في الكتله وفي اللي هو الكونتور بتاعي عمل خط اصفر، الخط الاصفر ده تقاطع الامر بتاعي اللي هو بتاع سكشن مع الكتله، واقدر اتحرك بيه في اي اتجاه. وادي زي ما احنا شايفين الكونتور بتاعي رسمه ايه بيتغير، واقدر اتحرك كده كمان، يعني لو عاوز اجيب كذا قطاع في الخطوط الكونتوريه بتاعتي اقدر، حتى لو ما فيش كتله اقدر اجيبها بامر ايه سكشن اهو، يجي يعمل لي ايه اكن قاطع بسكينه يعمل لي قطاع راسي، تمام. واقدر برضو بامر اللي هو سكشن ده اعمل قطاع افقي اللي هو احنا بنسميه ايه المسقط الافقي، تمام. فانا هو مثلا انا عاوز هنا اخد قطاع وباخد قطاع هنا في النص واخر قطاع في الاخر عشان اشوف ايه العلاقات تظبط، فاجي هنا اهو وادخل جوه امر اللي هو بتاع السكشن من موديفاي الاقي حاجه اسمها كرييت ايه كرييت شيب، مجرد ما ادوس عليها اسميها مثلا سكشن
سيكشن ايه. خلاص ادي اقول ايه سيكشن فيهم وعمله لي هو بلون. وبعد كده هعمل سيكشن تاني في نص الكتله مثلا هنا، وادوس كرييت شيب واسميه سيكشن بي. خلاص. وبعد كده سيكشن هناك في الاخر، عشان كل ده عشان اشوف ايه علاقه الارض مع الكتله بتاعتي، اسميه كرييت سيكشن سي. اوكي كده تمام. يبقى انا كده دلوقتي ايه خدت كذا قطاع عندي تمام. انا مش محتاج حاجه خلاص من الجزء ده، ممكن بقى هنا امسكهم اعمل سيلكت باي نيم وافتح اللي هو الايه شايف، بس الاقي هو سيكشن اي بي سي، هعمل سيلكت عليهم هم الثلاثه اهم وادوس هنا ايه اوكي، او امسك الثلاثه واعمل ايه هايد اند سيلكت، هايد اند سيلكتد اهو، يفضل معايا ايه الخطوط اللي انا ايه عملتها. لو نيجي نبص عليها كده هنلاقي فعلا ايه ان الكتله ايه ثابته، وادي خطوط الكونتور ايه متغيره. لو جينا بصينا من الليفت اهو هنلاقي ان خطوط الكونتور مع كل سيكشن فيهم مختلفه، فده اكيد هيأثر في شكل التصميم بتاعي وانا شغال فين على الكاد، او انا شغال بعمل عموما على الريفت او اي برنامج. فانا هنا اهو دي القطاعات بتاعتي، اقدر بعد كده امسك اي قطاع فيهم وحتى ممكن كمان الونهم، يعني اجي هنا ده على ده اخليه مثلا لونه اخضر، وده اخليه مثلا لونه احمر، وده مثلا نخليه لونه لبني مثلا درجه من درجات اللبنه تمام. يبقى انا عندي كل سيكشن فيهم ليه اسم، ودوت انا هشتغل عليه دراسه معينه لان بيختلف شكل التضاريس بتاعتي تمام. واقدر اخد بقى ده كده معايا تمام، لا اما الفه دلوقتي اعمل له روتيت هنا كده اهو، افتح الانجل سناب ايه بتاعتي نسينا نفتحها، قلنا دايما لما بنفتح الماكس في المحاضرات السابقه في حاجتين لازم اتاكد منهم، اليونت بدخل على كاستمايز اشوف اليونت سيت اب اتاكد ان هي مظبوطه بالمتر، دوس اوكي خلاص، وافتح الانجل سناب ايه بتاعتي. اجي ممكن هنا الفه كده، الفه زاويه 90 درجه واخلي له ايه الارتفاع بتاعه ده عاوز ينزل للزيرو تمام. فنروح فين عند الزد هنا ونخليها ايه زيرو. يبقى هو دلوقتي مرسوم فين في المستوى اللي هو ايه زيرو. ليه؟ عشان انا دلوقتي هدوس له هنا حاجه اسمها ايه، عاوز اوديه للكاد عشان اشتغل عليه تمام. هدوس حاجه اسمها ايه اكسبورت، ما ينفعش اعمل له اي حاجه تانية. ليه؟ لازم ادوس له ايه اكسبورت عشان هخرج من امتداد من الماكس هوديه امتداد تاني اللي هو الايه الدي دبليو جي اللي هو للكاد تمام. فانا هدوس له هنا اكسبورت. طب اكسبورت العاديه؟ لا، اكسبورت ايه سيلكتد، الحاجه اللي انا عامل عليها سيلكت بس. ليه؟ لان انا عاوز ادخل كل قطاع لوحده عشان ما يعمليش ايه مشكله، او ان انا ممكن الثلاثه اهو اعمل لهم روتيت على طول اهو، انا كده كام سميهم اهو، هعمل له دلوقتي روتيت برضو 90 درجه تمام، ونعمل له موف ونخلي ديت ايه برضو بزيرو، وده برضو نعمل له روتيت 90 درجه ونخلي ده ايه موف ونخلي ده ايه بزيرو. ممكن ادخلهم هم الثلاثه فعلا ان انا اعمل لهم سيلكت اهو كده مع بعض ماشي، بس انا ليه برضه هخرجه اللي هو اكسبورت سيلكت، هخرجه اكسبورت سيلكتد علشان في انا حاجات تانية كنت راسمها اللي هي الكتله والكونتور، فانا مش عاوز الكونتور يروح لي على الكاد او الكتله، لان لو وديتهم على طول ايه اللي هيحصل لكله؟ هيدخلوا لي 3 دي، هيبقى الفايل الكاد بتاعي تقيل جدا، لكن انا عاوز الخطوط 2 دي عشان اقدر اشتغل على ايه بسهوله. اروح اهو هلاقي مثلا هنا فايل عندنا في الديسك توب اسمه ماكس اهو، هنسميه مثلا هنختار الامتداد بتاعي ان انا عاوز اوديه بيه اللي هو دي دبليو جي الاوتوكاد، واسميه مثلا ايه قول سيكشن تمام، ادوس ايه سيف. بيقول لي هنا انت عاوز الفيرجن يعني يوصل لحد فيرجن كام، قلت له مثلا 2013 في الكاد، لو انت اقل ايه خليه ايه يبقى بالنسبه لك اقل، في لحد كاد كام 2004، ادوس له هنا ايه اوكي. يبقى كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا ايه بعمل سيف عندي اهو، وهنيجي هنا مثلا نفتح الكاب بتاعنا قبل ما يفتح نشرح حاجه ثانيه. طيب واحد يجي يقول لي طب انت جيت عملت لهم هنا روتيت على الماكس، طب ما انا كنت وديتهم عادي. لا، احنا لو ناخد بالنا معظمنا واحنا شغالين على الكاد، لو شغالين 2 دي فقط، احنا دايما بنشتغل على التوب بتاع الكاد تمام.
فطالما بشتغل على التوب بتاع الكاد بنيجي نحط البلان على هو على التوب بنرسمه، والسكشن بنرسمه برضو على التوب، والواجهه بنرسمها برضو ايه على التوب. لكن احنا خدنا مره في طريقه شرحنا للماكس ان انا ازاي اخلي اعمل الواجهات بتاعتي على الكاد روتيت 3D، وده امر احنا قلناه في المحاضرات السابقه، علشان اعمل عمليه افراد للواجهات مع البلان علشان ادخله مع الماكس وكنت اشتغلها. احنا بقى المره دي بنعمل عمليه عكسيه. واحد يقول لي طب ما خلاص كنت خليته من على الماكس هم عدلين، وادخل في الكاد واعمل له بامر 3 دي روتيت والفه يبقى على التوب. ماشي اوكي براحتك، سواء انا عملته من على الماكس انا روتيت دلوقتي، بس هو روتيت هنا من على الماكس اسهل. لكن حبيت تعمل روتيت 3 دي من على الكاد وتلفه ان هو يبقى على التوب براحتك ماشي تمام، بس برضو تراعي ان هو يبقى على ارتفاع الزد، لان انت اي حاجه هترسمها من التوب على الكاد هتترسم برضو على نقطه الزيرو، فعشان ما يحصلكش ايه مشكله. طيب انا دلوقتي هنا فتحنا وركاد، برضو لازم نتاكد ان الكاد هنا اليونت اللي انا شغال بيها هي نفس اليونت المتر، ادوس يو ان تمام. احنا طبعا ده كنا قلناه برضو في المحاضرات السابقه ازاي احنا بنظبط اليونت هنا في الكاد، يو ان اللي هو اليونت، انتر. هلاقي هنا ان هي مظبوطه بالانش، لا اغيرها خليها بالايه بالمتر، لان انا شغال على الماكس بالمتر. لكن لو طبعا حضرتك شغال في اي دوله او في شركه او في مكتب بيشتغلوا بحاجه غير المتر، بيشتغل بالسنتي، بيشتغل بالبوصه، بيشتغل باي وحده تانية، تظبط ان اليونت بتاعت الماكس هي لازم اليونت بتاعت الكاد تمام. طيب ادوس هنا اوكي، وبعد كده نروح نفتح الفايل بتاعنا اوبن، كنا حاطينه على الديسكتوب، فولدر اسمه ماكس اهو، هول سيكشن اوبن اهو تمام. نجيب هو التوب هنا في الكاد تمام، هنلاقي ايه اللي حصل عندي، ادي مرسومه ايه الخطوط بتاعتي، عاوزين نلفها ندوس امر الغيط تمام. هلاقي ايه ده، ادي القطاعات بتاعتي اللي احنا كنا عاملينها ليا هنا ايه خلاص اهو، اللي هو كل واحد فيهم، وادي هنا عندي هنا في الكاد اهو. ابتدي بقى اقدر اشتغل اللي هو الديزاين بتاعي زي ما انا عاوز تمام. عاوز حبيت اعمل ميرور، اعمل ميرور عادي تمام. اي حاجه انا محتاج اعملها تمام هقدر اعملها بايه بسهوله اهو. يعني انا مثلا لو انا فرضا ان هم عاملين العكس، اعمل لهم ايه ام اي ميرور، اعمل سيلكت اهو مثلا اي حته اهو، واقدر بقى اشتغل على كل قطاع فيهم. ابتدي اشوف البلاطه مثلا، فرضا لو كان عندي دور مثلا هنا تمام، والدور اللي بعديه ما اعرفش في مكانه فين وهكذا، والدور الثالث هنا. فهنا طبعا شايف زي ما احنا شايفين، لو احنا بقى نشتغل ايه الرسم بتاعنا تمام، نبتدي نشوف ايه كل دور بقى ايه علاقته مع الحته دي. يعني ترى هنا في الانتيريور ديزاين الحته دي هحلها ازاي، او حتى وانا بشتغل ديزاين عموما هشتغل ده ازاي مع الميل ده، لان الميل ده هنا مختلف. يعني هنا التدريجه بص عامله ازاي، هنا التدريجه بص عامله ازاي مختلفه، شايفين هنا في اكنها ثلاث تدريجات، هنا تدريجتين بس، واللي بعديها هنلاقي التدريجه حتى شكلها اختلف. يبقى معنى كده الامر سيكشن دايما هستعمله مع اللي هو الامر اللي هو بتاع تيران اللي هو كان بتاع النهارده، علشان ايه؟ علشان اقدر اعمل الكتله بتاعتي بسهوله. وده طبعا هيفيدني كتير جدا جدا جدا، زي ما قلنا للساده المهندسين اللي شغالين في الدول اللي فيها معظم شغلها على كونتور، او لو حد من برضه اللي هي الدول الارض فيها منبسطه، عنده مثلا مشروع زي لاندسكيب او حاجه زي مثلا زي حديقه الازهر بارك اللي هي موجوده في القاهره في مصر، بيبقى برضه في كونتور وعاوز اعمل جبل فوق او عاوز اعمل كتله فوق الكونتور بتاعي ده او فوق التبه دي تمام. يعني اتمنى ان احنا نكون استفدنا النهارده، واتمنى ان احنا نطبق النهارده اللي احنا شرحناه. ولو في اي استفسار او اي مشكله او اي اقتراح او حاجه مش واضحه، ممكن حضرتك تسيب لي كومنت تحت الفيديو على اليوتيوب تمام، او ان حضرتك برضو ممكن تبعت لي مسج على الواتساب، وانا ان شاء الله ارد عليك في اقرب، سواء لو هو سهل ان انا نرد في كومنت ماشي اوكي، لو هو محتاج ان احنا نعمل لها فيديو ممكن اعمل فيديو مخصوص ليها وانزلها ان شاء الله. بالنسبه لفي ساده مهندسين بيسالوني على حاجات لسه احنا هناخدها قدام، هو الكورس احنا هنا ان شاء الله هنشرحه كامل باذن الله، اللي هو موديلنج ولايت وماتيريال تمام، وحتى الريندر. فاحنا ان شاء الله كل حاجه بناخدها بخطوتها باذن الله. الاستفسارات ممكن تبقى في حاجات احنا خدناها ومش واضحه، لكن باذن الله الكورس هنشرحه لحد الاخر، عشان ان شاء الله تضمن ان يوصل لك جميع المحاضرات اللي احنا هنشرحها في المستقبل. ممكن تعمل حضرتك الاشتراك للقناه
لليوتيوب عندنا وتدوس على الجرس عشان لو في اي فيديو نزلته جديد يوصل لك، يعني اختار ان في فيديو جديد نزل. واتمنى ان احنا ان شاء الله نوصل لحد دلوقتي، يكون الموضوع سهل وباذن الله نوصل لمستوى كويس. كان معكم المهندس احمد حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.